أي شخص منا معرض لوقوع فريسة للابتزاز، ولا أعتقد أن هنالك شخص على كوكب الأرض لم يمر عليه موقف مشابه. بس ليش الناس تبتز بعضها البعض؟ وإيش أصلا معنى ابتزاز؟ وكيف يمكن التخلص من مواقف الابتزاز؟ جهز فنجان قهوة أو شاي حسب ذوقك وتعال اليوم نفهم الابتزاز بطريقة سهلة وغير معقدة. ولو كنت تزورني للمرة الأولى فاشترك في القناة وقم بتفعيل جرس التنبيهات وشارك المحتوى مع من تحب إذا أعجبك. أما الأصدقاء الدائمين فشكرا لتفاعلاتكم ونشركم المحتوى على نطاق واسع. بدينا بسم الله. الابتزاز يمكن تعريفه بأنه عملية الضغط على شخص ما عن طريق التخويف أو التلويح بإفشاء سر ما، أو عن طريق استخدام وسائل ضغط عاطفية تمكن المبتز من تحقيق مكاسب شخصية من الشخص الذي يقع عليه الابتزاز. هذا هو التعريف الأبسط، مع أن التعريف الجنائي أعمق من كذا، والحين كل واحد يوقف الفيديو شوي ويقرأ التعريف الجنائي. بعد ما قرأنا التعريف خلونا نشوف الواقع وكيف يمكن تقسيم الابتزاز. تخيل صديق المتابع وانت عزيزة المتابعة شخص ما قام بفعل مجرم قانونيا او اجتماعيا واخفى هذا الفعل عن الانظار، ولكن هنالك شخص ما وصلته معلومة عن الفعل. الشخص الثاني يذهب للشخص الأول ويقوم بعملية ابتزازه بغية الحصول على مكاسب مادية أو معنوية، وهذا هو الابتزاز. العديد منا يقع فريسة الابتزاز في مواقع التواصل الاجتماعي، ونظرا للتطور التقني فباتت نسبة احتمالية وقوعنا في الابتزاز أكبر من السابق. مثلا يقوم شخص ما بتصوير آخر بوضع شائن أو مخل ويقوم بعدها بابتزازه، وهنالك الملايين من القصص للابتزاز من هذا النوع. والسؤال المهم، كيف نتخلص من الابتزاز؟ بسيطة. لا تستغرب، أيوة بسيطة. لكي نتخلص من الابتزاز علينا أن نفهم بأن المبتز يعتمد على عنصري المفاجأة والسيطرة الذهنية في التحكم بالضحية. كيف؟ المبتز مثله مثل المحتال، كلاهما يقوم بدراسة الضحية ويعرف نقاط الضعف ويقوم بالعمل عليها. كلما كان الضحية متوترا كان المبتز في الموقف الأقوى، والعكس صحيح. قبل سنوات قليلة وقع أحد الأصدقاء لمحاولة ابتزاز، ولحسن الحظ أنه تواصل معي لإيجاد حل، ولله الحمد نجحنا في إخراجه من دوامة قد لا تنتهي إلى الأبد. طلبت من المبتز تقديم بيانات معينة شخصية، كونه كان يطلب إرسال أموال، ولأن قمنا بإبطاء الوقت خسر عنصر المفاجأة وأصبح هو الخاضع لشروطنا، وشيئا بشيء بدأ بالانسحاب وبدأت نغمة الابتزاز تختفي. الخطوة التالية قمنا بإبلاغ السلطات المعنية وتقديم المحادثات بيننا وبينه، وتم التوصل إليه وتم الحكم عليه في بلاده بتهمة الاحتيال وممارسة الابتزاز. وشخصيا لا أزال أحتفظ بصورة خبر الإدانة المنشور في جريدة محلية في بلاده. يا جماعة، ضحية الابتزاز يحتاج للدعم والمساندة وليس التقريع والتجريح. كلنا معرض للوقوع في براثن الابتزاز، والحصيف هو من يحاول أن يجد المساعدة الرسمية والقانونية. التساهل والتعاون مع المبتز يزيد في عمر عملية الابتزاز، ومن يطلب القليل في البداية سيطمع في الكثير إذا وجد أرضا خصبة يزرع فيها نباتات الابتزاز. علينا جميعا نعرف أرقام التواصل بسلطات مكافحة الابتزاز في بلداننا، ونتواصل معهم في حالة لا سمح الله وقوعنا ضحية للابتزاز، ومتأكد أنكم ستلاقون الدعم الكامل وبسرية تامة. وأخيرا وليس آخرا، الابتعاد عن كل ما يثير الشبهات القانونية والاجتماعية يحمينا من الابتزاز. وهلا هلا في أولادكم، لأن أكثر ضحايا الابتزاز هم من الأطفال والمراهقين، وأكيد عارفين أي شخص.
كونوا قريبين من أبنائكم، لا تدعوهم يقعون فرائس سهلة في أيدي المرضى النفسيين. وأنت تشرب قهوتك في فنجانك تذكر أن ترك المعصية أجدى من معاقبة المذنبين. طابت أوقاتكم.